هم الذين نصروا هذا الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. للشباب قدرة على القيادة بغض النظر عن مستواهم العلمي أو الخبرة. دينا نحترم غرائزه، محتاج نقول له أن الرياضة اللي حضرتك بتلعبها وبتتفرج عليها مش حرام. احنا عايزين نبني بلدنا بالعمل والاجتهاد، وأن كل واحد يتقي ربنا في الشغل اللي بيعمله. نحب الشباب دي ونحاول ما ننتقدهمش وخلاص، نقدم لهم التوجيه السليم للطريق الصح. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير أمة. في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام نتحدث عن دور الشباب في بناء المجتمع. لا شك أن الشباب هم عماد الأمة وهم بناة هذه الأمة الذين سيقومون ببناء هذا المجتمع على الخير والسلام والحق بإذن الله تعالى. لا شك أيضا أن هذا الشباب كان أول من ساعد النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وأول من قام ببناء الدولة الإسلامية الوليدة في المدينة المنورة. لا شك أن للشباب دور هام في بناء المجتمع وفي بناء المؤسسات وفي قيام هذه الدولة بإذن الله تعالى على الأمن والإيمان والسلام بإذن الله تعالى. نتعرف على هذا الموضوع الطيب المبارك في هذه الحلقة من برنامجكم خير أمة، ويسرنا ويشرفنا أن يكون ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة معنا الأستاذ الدكتور عماد مهنا، أستاذ الاقتصاد السياسي وعضو مجلس علماء مصر. أهلا بك دكتور عماد. كما أرحب أيضا بفضيلة الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، أهلا بك فضيلة الشيخ. كما أرحب أيضا بالشيخ إسلام النواوي من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف، أهلا بك فضيلة الشيخ إسلام. مرحبا أستاذ الشيخ. وأرحب أيضا بضيوفي الكرام الذين شرفونا بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أهلا بكم جميعا معنا. بداية نبدأ هذه الحلقة بسؤال موجه لفضيلة الشيخ جابر طايع. فضيلة الشيخ جابر، يعني لا شك أن الشباب هم عماد الأمة وهم من قامت على أكتافهم الدعوة الإسلامية، وهم من اعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي بناء هذه الدولة الإسلامية. حدثني عن دور الشباب المنوط بهم كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله معهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الشباب هم عماد هذه الأمة. نعم. والشباب هم الذين نصروا هذا الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. وقت كان أشياخ مكة وأساستها ووجهائها وقادتها يرجى منهم الكلمة ويؤمل عليهم في نشر هذا الدين، تخاذلوا وتقاعسوا عن نصرة هذا الدين، فنصر شباب الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه في بادي الأمر شباب الإسلام، وكانوا هم وقود لهذه الدعوة تحركوا بها. ولو نظرت بعد ذلك لأسامة بن زيد، وهو ابن 16 عاما كما في الروايات أو 17 عاما، ويقود جيشا قوامه أبو بكر وعمر في هذا الجيش. فهذا أسامة بن زيد يسير به جيشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقود به فتوحات إسلامية. كذلك الشباب مصعب بن عمير الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة تمهيدا للهجرة، ولذلك يقول أصحاب السير: لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة ما في المدينة ثمة بيت مسلم بيت إلا وفيه شاب أسلم لله عز وجل. ما فيش بيت في المدينة المنورة إلا وفيه شاب، عندئذ أذن لرسول الله بالهجرة. يعني الهجرة النبوية لم تكن في البداية عشوائية، ولكنها عندما أرسل مصعب بن عمير تمهيدا وفرشا للأرضية ونشرا لفكرة الإسلام وعقيدة التوحيد في المدينة المنورة، بفضل هذا الشاب الفتى اليافع القوي الذي ترك زينة الدنيا والبهرجة التي كانت فيها، إذا به ينشر هذا الدين ويعلم الناس
ويؤذن لرسول الله بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة. نعم. مهد الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المدينة، ولذلك الشباب هم وقود هذه الأمة. ومن حسن الطالع أن الشعب المصري معظمه من الشباب وليس من الشيوخ. صحيح. هذه مسألة يعني عملية اقتصادية كما يعلمنا فضيلة الأستاذ الدكتور، أن الشباب هم الأساس في هذا. وأي أمة عتادها وقوامها الشباب دائما تحقق نجاحات وانتصارات وتفوقا، سواء كان علميا أو اقتصاديا أو معنويا أو أخلاقيا. صحيح. والشباب هم المعنون في بداية الأمر بالإسلام وبرسالة الدين. نعم. لأن الشاب هو الأساس في كل شيء. أحسنت فضيلة الشيخ جابر طايع. وأنتقل لفضيلة الدكتور عماد مهنة. دكتور عماد، يعني لا شك أن استغلال الشباب والطاقات المهدرة وتشغيل الشباب واستخدامهم في بناء المجتمع وبناء هذا الوطن على اقتصاد قوي متين، يعني حدثني كيف يمكن أن نستغل هذه الطاقة المهملة والطاقة الكبيرة كما أشار فضيلة الشيخ جابر طايع، يعني أنا معظم أهل مصر من الشباب. حدثني كيف يمكن أن نستغلهم في بناء اقتصاد مصر هذا الوطن العزيز الغالي. الحقيقة أنه تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كان المفروض أنه هو بيمثل يعني نبراسا للمسلمين في كافة العصور. وأعتقد أنه يعني انهيار قوام الأمة الإسلامية في دول مختلفة كان سببه إهمال الشباب وتحويل هذه الطاقة إلى طاقة هدامة بدل من استغلالها في صحيح. مجال البناء. والحقيقة فضيلة مولانا الدكتور طايع أشار إلى موقف أسامة بن زيد وصهيب. صحيح. الحقيقة دي كلها أمثلة بتؤكد أن للشباب قدرة على القيادة بغض النظر عن مستواهم العلمي أو الخبرة. وفي المراحل اللي فاتت الحقيقة بيتحجج كثير من الأجيال القديمة بأنه الشباب لا يملك الرؤية وأن الشباب وليس له الخبرة. الشباب ثروة، ويمكن أكثر من 61% من القوى العاملة في مصر من الشباب، وهذا بيعني أن يمكن لهؤلاء الشباب استغلالهم في مناحي التنمية المختلفة. وبنتكلم على أكثر من 22 مشروع قومي جاري تدشينهم واحد تلو الآخر. أشكرك دكتور عماد. وانتقل لفضيلة الشيخ إسلام النووي. شيخ إسلام، يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمتع بالفطنة الكبيرة، كما هو معلوم عن الأنبياء جميعا أنه كان يكتشف الخبرات ويكتشف الميزات داخل كل صحابي، فكان يوظف الصحابي حسب قدراته العقلية وقدراته البدنية وقدراته في أن، كما أشار فضيلة الشيخ جابر طيع مثلا حينما أرسل مصعب بن عمير مصعب الخير ليدعو الناس وهو يتمتع بهذه الميزة، لماذا لم يرسل سيدنا أبو بكر مثلا، لماذا لم يرسل سيدنا عمر فرضا. يعني حدثني كيف يمكن أن نستغل الشباب كما استغلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، مسألة اكتشاف الشباب بداية لم تظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة ربانية كونية. صحيح. الله تبارك وتعالى من سنن النبوة أن يرسل النبي عند الأربعين. نعم. وعند الأربعين تكون اكتملت مظاهر الرجولة وهو في مرحلة الشباب، وكأن هذه الخبرة تحتاج إلى ميكانيكية ديناميكا، محتاجة سرعة حركة، محتاجة نشاط، محتاجة حكمة. عند الأربعين يصل منحنى الشباب إلى أتمه أو إلى أشده، وبعد ذلك يكون يتمتع ببعض الخبرة، ثم من بعد ذلك تكون لديه الحركة. نعم. الأمر الثاني، المعول في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشباب، وعلمائنا الأفاضل كلهم عارفين الحديث الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة ربه. صحيح. مع أن من الممكن أن نجد شيخ عجوز مسن يعبد الله تبارك وتعالى أكثر من هذا الشاب، بل بالعكس. صحيح. هذا الشيخ متفرغ عن العمل فيعبد، لما ميز الله تبارك وتعالى هذه العبادة، مع أن عبادة الشاب على فكرة في المرحلة دي ممكن تكون مش مكتملة. صحيح. يعني ممكن يكون بيصلي الفروض وبيصوم الفروض بس مش حاجة. نعم. فربنا سبحانه وتعالى ظله في ظله. يعني. ظله في ظله. نعم. ليس لحسن عبادته. نعم. ولكن لتوقيت العبادة. صحيح. هذا الوقت
الذي تتفجر فيه شهواته، محتاج يجرب كل حاجة، محتاج يخرج يتمشى ومحتاج يتفسح ومحتاج يغلط ومحتاج يعمل كل حاجة، لكن على قدر المستطاع يقاوم نفسه فيكون يؤدي. يعني هو دلوقتي مش بيعبد بس، هو دلوقتي بيقاوم نفسه، فهو يجاهد أشد الجهاد. فإذا برب العزة سبحانه وتعالى يكافئه على هذا الأمر، فالمكافأة ليست على الطاعة ولكن على توقيت الطاعة. نعم. الأمر الثاني بقى اللي هو كيف نستغل الشباب. أنا الأوان ألا نتعامل مع الشباب على أنهم هم المشكلة. صحيح. أنا الأوان أن ننظر إلى الشباب أنهم هم حل المشكلة. صحيح. ونحن ننظر إلى الشباب على أنهم حل المشكلة. أنا الأوان أن نعلم أيضا أننا مجتمعات مستهلكة، بمعنى أن الحكومات في المجتمعات المستهلكة لا تصنع نجوم، الأفكار هي التي تصنع نجوم، الفكرة هي التي تصنع نجم. دور الحكومة أن تزيل العقبات، يعني بدل ما هو هيعمل مشروع وياخد 30-40 خط ويدفع 3-4000 جنيه ضرائب وسجل تجاري، لا، لو المشروع هادف واجعل هذه الفكرة مجانا مفتوحة. صحيح. ويساعد دولة السعيدة. ده, ده منهج نبوي. منهج نبوي في غزوة الأحزاب، وأستاذنا في الاقتصاد عارف في استراتيجيات الحروب ميزانية الدولة كلها تبقى مع الجيش. صحيح. ولا أنا غلطان؟ صحيح. لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب والدنيا صعبة جدا والأحزاب والكفار اجتمعوا على النبوة وعلى أن يهدموا النبوة، إذا بسيدنا سلمان يخرج بفكرة وهو لم يكن استراتيجي مخضرم، يا رسول الله عندنا فكرة حفر الخندق. الأمر الثالث أو الأمر الأخير اللي أنا هنهي به، الشباب محتاج مننا إيه؟ الشباب محتاج مننا خطاب، وعلماءنا الأفاضل عارفين ده أكثر مني، محتاجين مننا خطاب دعوي شاب، بمعنى الشباب عارفين الوضوء على فكرة، وعارفين الاغتسال، وعارفين الصيام، هم محتاجين شيخ يحدثهم في مشاكلهم، يحدثهم عن المشاعر. صحيح. لأنه لو ما خدهاش من الشيخ هياخدها من النت وتبقى مشاعر ملوثة بدل ما هي مشاعر. محتاجين نكلمه أن الدين نحترم غرائزه. محتاج نقول له أن الرياضة اللي حضرتك بتلعبها وبتتفرج عليها مش حرام، بس خد بالك ما تضيعش وقت فروضك. صحيح. محتاجين نقول له أن عندي نوعين من الفن، فن يهتم بالنصف الأسفل وفن يهتم بالنصف الأعلى، بالرقي، بالرأس. نعم. عيش الفن، لكن الفن الذي يصعد بك. صحيح. هذا حق الشباب علينا، وأنا الأوان أن نفتح الباب للأفكار وأن نصنع من أنفسنا نجوما، ولا ننتظر أحد أن يصنع منا نجوما، فنجوم السماء تحلق دون مساعدة. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسنت فضيلة الشيخ إسلام النواوي. والآن مشاهدينا الكرام مع التقرير في هذه الحلقة، نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود ونكمل الحوار، فابقوا معنا. في تفاوت بين الشباب، بين الشباب وبعضها البعض. ثانيا، في عدم فهم أو عدم استيعاب من الجيل القديم لما يفعله الشباب، بيحسب ده تهور، وده الصراع اللي موجود بين الأجيال. الشباب ده هو وقود البلد، هو اللي هيطلع منه العالم، هو اللي هيطلع منه العالم، هو اللي هيطلع منه دكتور، هو اللي هيطلع منه مهندس، هو اللي عمر البلد. الشباب العربي عموما انه مستعجل على مستقبله ومستعجل على حاجات كتيرة. اتمنى للشباب يتريس ويحاول يحقق مستقبله بطريقة يعني بسيطة وبهدوء وما يستعجلش الامور. احنا عايزين نبني بلدنا بالعمل والاجتهاد، وان كل واحد يتقي ربنا في الشغل اللي بيعمله وفي كل حاجة في حياته يعملها. هو لو في توفير فرص عمل للشباب أصلا مش هيتواجدوا في الشارع ولا يعملوا مشاكل ولا أي حاجة، هيبدأوا يتبصوا للعمل من العمل للبيت، ومش هيبقى فيه غير كده. أخلاق الشباب في الريف بيختلف كتير عن أخلاق الشباب في المدن. أخلاق الشباب في الريف يعني أفضل بكتير جدا يعني، وده بسبب أو بتأثير العادات والتقاليد. فعلا نحب الشباب دي ونحاول يعني ما ننتقدهمش وخلاص، نقدم لهم التوجيه السليم للطريق الصح ان هم يمشوا فيه. الشباب المصري بخير، والشباب المصري تاني بقول او تالت بخير، ولكن الظاهره اللي احنا بنشوفها دي من قله، تمام، لان الشباب المصري. الكرام، عدنا اليكم مره اخرى بعد هذا الفاصل، وارحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقه، ونرحب بكل من شارك معنا في هذه القاعه، قاعه المؤتمرات ب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. والآن مشاهدين الكرام مع سؤال الجمهور الموجه لضيوفنا الكرام، ومن لديه سؤال فليتفضل. هناك فئة من الشباب سبقتنا إليهم أفكار وأيديولوجيات معينة، وبالتالي أخذوا منا نحن علماء الأوقاف موقفا رافضا لأي فكرة تقدم إليهم ما دام أنها لا توافق ما استقر في وجدانهم من أيديولوجيات. نعم. وبالتالي
وذلك بحجة أننا علماء السلطة وأننا نمالئ السلطة. وأنا أتساءل مع حضراتكم كيف يمكن التعامل مع هذا الفكر؟ هذا أولا. ثانيا، كيف يمكن أن نستنقذ هؤلاء الشباب فهم أبناؤنا؟ كيف يمكن أن ننقذهم وننتشلهم من براثن هذه الأيديولوجيات المدمرة؟ أنا حقيقة أفكر في الموضوع وأريد أن أضع أفكار واضحة وبرامج محددة وورش عمل واضحة الهدف حتى نخرج بهذا الشباب إلى الأمان. فأنا يعني أتساءل مع أساتذتي كيف يمكن أن نفعل هذا، وأنا في إطار البحث عن الحل لهذا. أحسنت فضيلة الشيخ. وشيخنا الشيخ جابر، يعني لو تكرمت يعني سؤال فضيلة الشيخ، يعني كان يسأل عن إقناع الشباب، كيف يقنع الشباب الذين اقتنعوا بأفكار معينة لا توافق هواه باعتبار أن الشيخ شيخ السلطة فهو لا يقتنع بكلامه؟ يعني حدثني كيف يمكن أن يقنع الشباب. وسؤال من الأخ، سؤال وجيه جدا ولكن له شقين، هناك داء وهناك دواء. نعم. الداء الذي غرس في هذه في مرحلة الشباب عند هؤلاء نظرا لغياب الدعاة في الفترات السابقة، نظرا لتهميش دورهم، نظرا لأنهم عاشوا على أنهم موظفون في الدولة بدرجة داء إمام ولم يعيشوا بدرجة دعاة إلى الله عز وجل. كونهم يعتبرون هذه ليست رسالة يدعون إلى الله عز وجل من أجلها، فعاشوا موظفون في الأرض، فأصبح يتسلل إلينا بعض الأفكار. بعض الأفكار هذه أخذت منحنى أنها ترغب الناس فيها، وقد يستلقط أحد الدعاة من الأزهر أو الأئمة من الأزهر ويؤثر فيه ويضمه إليه، والآخرون ضربوا سياجا بيننا وبين الشباب. الدعوات المتشددة الموجودة، التيارات الإسلامية الموجودة منها المتشدد، ضرب سياجا على أننا علماء سلطة، على أننا علماء أشاعرة، على أننا كذا، فحصنوا الشباب وأعطوهم لقاحات ضد الفكر المستنير، فكر الأزهر. هذا من ناحية الداء. الدواء أن يعيش الإمام داعية وليس موظف. داعية في المسجد يخاطب الأعمار جميعها، فأنت تصعد على المنبر، لديك الشيخ ولديك الطفل ولديك الشاب، لديك المرأة والشابة، لابد أن تستغرق خطبتك، خطبة الجمعة، جميع أفراد المجتمع. نعم. الخطيب الناجح يعلم وهو يخطب الجمعة أن سيسمعه شاب، فلابد أن تخصص ولو دقيقتين أو ثلاث دقائق في الخطبة حاجة تخص الشباب. لديك امرأة في مصلى السيدات تسمعك، لابد أن تأتي بشيء يتناسب في خطابك مع المرأة. نعم. وأنت تخطب لديك شيوخ كبار رجال جهلاء لا يعلمون من أمور الدين شيء، فلابد أن ترقى بهم في خطابك. لا أقول لك أن تنزل لديهم، ولكن اجعلهم يرتقون إليك في خطابك. نعم. نعم. كذلك لديك شباب، وهي قاعدة عريضة كما قال الأستاذ الدكتور، 61% لابد أن تشملهم بعنايتك في خطابك. صحيح. لديك توقيت من العصر إلى العشاء في المسجد، لا تشتغل بالميكروفون فقط، ولكن مقام رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. نعم. أنك تعيش داعية بسمتك بسلوكياتك، تذهب إليهم. نعم. وتشاركهم في أفراحهم وفي أتراحهم، وتحل مشاكلهم الزوجية، تحل مشاكلهم العائلية، يكون الداعية في مسجده قبلة لمن دونه. تأتيك المرأة تشكو إليك من زوجها، ويأتيك الشاب يشكو إليك من أبيه وأمه، يأتيك الأب والأم ويشكوان من ابنهما أو بنتهما، أنت تكون القبلة التي تتحطم عليها والصخرة التي تتحطم عليها جميع مشاكل الأسرة. عندئذ إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة سنضرب هؤلاء في أفكارهم ونحاربهم في أفكارهم، لأنهم عندما غيبت أنت عاشوهم بهذه الروح. نعم. عاشوهم بهذه الروح
فكانوا البديل القوي لدى الأسر ولدى أفراد المجتمع ولدى العناصر ومكونات المجتمع جميعها. أحسنت فضل الشيخ جابر، نشكرك شكرا جزيلا. مشاهد، والآن مع سؤال الحلقة للجمهور المشارك معنا في هذه الحلقة. وسؤال حلقة اليوم لكم يقول: من الصحابي الذي لقب بأبي تراب؟ من يعرف الإجابة؟ تفضل. صاب الهريدي جمعة علي. نعم. كبير أئمة شمال الجيزة. أهلا وسهلا. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إجابة صحيحة. وتفضل حضرتك استلم جائزة. تفضل مولانا. تفضل يا مولانا. تفضل. طيب ماشي. تفضل. وفي نهاية هذا اللقاء نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام الذين شرفونا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. نشكر الأستاذ الدكتور عماد مهنا، الأستاذ الاقتصاد السياسي وعضو مجلس علماء مصر. شكرا دكتور عماد. كما أشكر فضيلة الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة. شكرا شيخ جابر. كما أشكر أيضا الشيخ إسلام النواوي من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف. شكرا شيخ إسلام، بارك الله فيك. نشكركم على ما قدمتم من معلومات. جزاكم الله خير. كما أتوجه أيضا بخلص الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام الذين شرفونا بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا لكم. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وبإذن الله تعالى نلتقي معكم في حلقات قادمة وبرنامجكم خير أمة. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.